لاعبة التنس السابقة سليمة صفر تكسر الصمت وتتحدث عن واقعة اغتصابها وهي طفلة، وذلك بعد مرور 34 عاماً على حدوثها. فما القصة؟ في تصريحات مدوية أثارت موجة جدل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الأعلام، تحدثت سليمة صفر المصنفة ضمن أفضل 100 لاعبة تنس محترفة في العالم عن تعرضها للتحرش والاغتصاب من طرف مدربها الفرنسي غيجي كاماغي وهي في سن 12 في فرنسا. عملية الاغتصاب والتحرش حسب تصريحات لاعبة التنس تواصلت على امتداد 3 سنوات، ولا أحد كان يعلم بما حدث، وأكدت أن الأمر قد استغرق منها وقتاً لتتحرر من الخوف الذي عاشته، لأنها كانت تحت تأثير صدمة كبيرة حسب تعبيرها. وتحدثت بطلة التنس عن تأثير هذه الانتهاكات على حياتها الشخصية ومسيرتها الرياضية، وأكدت أنها قررت كسر الصمت والحديث عن مأساتها لتشجيع كل ضحايا التحرش والاغتصاب للحديث عن محنتهم وخاصة كشف المعتدي. ويذكر أن المدرب الذي اتهمته سليمة صفر بالاعتداء الجنسي يقبع الآن في السجن بعد أن تمت إدانته سنة 2014 ب10 سنوات سجناً بسبب قضايا اغتصاب في حق لاعبتين سابقتين. تصريحات لاعبة التنس السابقة سليمة صفر أعادت إلى الواجهة نقاشاً كبيراً بخصوص قضايا التحرش والاغتصاب ولجوء ضحاياها في حالات كثيرة إلى الصمت اتقاءً لنظرة المجتمع، واعتبر كثيرون أن ما قامت به الضحية في هذه الحالة يعتبر تصرفاً شجاع حتى وإن تمت المصارحة بعد مرور مدة كبيرة على ارتكاب الجريمة.